الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحب أن أقول بإيجاز ما هي الدعوة السلفية وما هي عناصرها التي تعتمد عليها. إن الدعوة السلفية قيل لها سلفية لأنها تأخذ بمنهج السلف الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق حين ذكر افتراق الأمم، وذكر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال هم الجماعة. وعلى هذا فإن السلفية مأخوذة من السلف أي المتقدمين في الخير، وهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء هم السلف، والنسبة للسلفية نسبة إليهم. إذن فإذا قلنا منهج السلف فإن الواجب على كل مسلم بل على كل طالب علم أن يكون منهجه سلفيا، لأن معنى ذلك الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخذ بكتاب الله امتثالا لأوامر الله في كتابه، حيث يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكذلك آيات أخرى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومثل قوله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل أوجب علينا ذلك أن نتبع رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فكما نشهد لله بوحدانية الألوهية في قولنا أشهد أن لا إله إلا الله، فكذلك نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوحدانية الرسالة والاتباع. فلا يجوز أن نتبع أحدا غيره صلوات الله وسلامه عليه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يجوز لأحد أن يختار عندما يأتيك أمر الله ورسوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فما أرسلناك عليهم حفيظا إلى غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة،
واعلموا أن الله شديد العقاب. فالاتباع لله ولرسوله فرض علينا معشر بني آدم. إذا تجاذبك أمران، أمر من الله وأمر من المخلوقين، سواء كان هذا المخلوق هي عصابة أو حزب أو عقيدة منحرفة كعقيدة التصوف مثلا، أو عقيدة الجهمية الذين يعطلون أسماء الله وصفاته مثلا، أو عقيدة المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، والذين يقولون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وأنهم يقولون أن الله لا يرى في الآخرة، أو عقيدة الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويسبون سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو أي عقيدة تكون من العقائد المنحرفة كالإخوانية والتبريغية وغيرها من الدعوات التي جعلت في حزبها وفي منهجها حقا وباطل، والعياذ بالله، سكتوا عن الشرك بالله، تعبدوا بالبدع. السرورية كذلك عندها أخطاء، القطبية كذلك عندها أخطاء، كل هذه الفرق يجب أن نبتعد عنها وأن نتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لربما قال قائل: كيف نتبع كتاب الله وكل قوم يفسرون القرآن على أهوائهم ويقولون أن تفسير القرآن هو الذي فسروه به؟ والجواب: تفسير القرآن لا بد أن نأخذه من السنة، ولا بد أن نأخذه من تفسير الصحابة ومن تفسير التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. هذا التفسير هو الذي يجب أن نأخذ به، أما تفسير خلافه فهذا لا يجوز الأخذ به أبدا، فلا يجوز أن نأخذ ببدعة، وكل بدعة نرفضها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى يوما صلاة الفجر ثم وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله، الله خاطبنا باتباع كتابه، والله خاطبنا باتباع سنة رسوله. وإذا كان الواحد من طلاب العلم فإذا وجد أحدا يدعوه إلى حزبية أو إلى صوفية أو إلى رفض أو إلى أي منهج من المناهج المحرمة المبتدعة، فليقل له: ما هو دليلك على هذه المسألة؟ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا وهكذا يطلب منه الدليل، إنهم لا علم عندهم وإنما يقلدون الرجال. والله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نقلد الرجال إلا أن يكون هؤلاء الرجال من علماء الحق ومن علماء السنة، فنحن نتبعهم لا تقليدا ولكن لأنهم أخذوا بما يصدقه كتاب الله وما تصدقه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، هذه الثلاثة الأمور يجب علينا أن نعمل بها ولا نتجاوزها: كتاب الله هذا الأول، ثانيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المفسرة للكتاب، فالله سبحانه وتعالى
يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ثالثا عمل السلف الصالح، علينا أن نقرأ ما كان عليه السلف الصالح في كتب التواريخ، في الكتب التي عنيت بأقوالهم وفكرهم وعقيدتهم وأعمالهم. عليك يا طالب العلم أن تتقي الله عز وجل في نفسك، وأن تتبع السلف الصالح، تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه من أجل النجاة، من أجل عافيتك من النار، من أجل حوزك لرضاء الله سبحانه وتعالى، وبلوغك إلى الجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت، يصح فلا يسقم، يشب فلا يهرم، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وصية ملخصة قلتها لكم فاحفظوها يا إخوة، احفظوها وعوها، إن أردتم النجاة فالنجاة باتباع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، النجاة في ذلك، وما سوى ذلك أبد. أخبركم بقصة، جاء وفد التنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن انتهى من مقابلتهم وأسلموا، عند ذلك قال أبو بكر أمر عليهم فلانا، وقال عمر بن الخطاب أمر عليهم فلانا. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، وقال عمر ما أردت خلافك. وعند ذلك تنازعا حتى ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله على رسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي القراءة الأخرى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والقراءتان صحيحتان: لا تتقدموا بأنفسكم ولا تقدموا غيركم. نحن نتأدب مع كتاب الله، ونحن نتأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الأمر من الله عز وجل قبلناه، وإذا جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم قبلناه. ولا يجوز أن نتخذ الأعذار، ولا نقول أن فلانا هو أعلم منا ونحن نتبعه لأنه أعلم منا. هذا العذر لا ينجيك عند ربك سبحانه وتعالى، لا والله ما ينجيك عند الله، وأنت ستقف بين يديه وحيدا فريدا، لا ينفعك فلان ولا فلان. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن ذلك الرجل الذي بدأ أسلم وأتاه صاحبه وقال له: وجهي على وجهك حرام حتى تأتي إلى محمد فتخنقه بثوبه وتبسطه بين عينيه وتضعه على قدمه، فإلا أنا ما عندي صحن. هذا من؟ أبي بن خلف يقول لعقبة بن أبي معاذ. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه بثوبه وبسط في وجهه ووطأ على قدمه فعوقب، وكان عاقبته إلى النار، فكان من الأسرى في غزوة بدر. فلما كان في نصف الطريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يضرب عنقه، فقال: يا محمد، من للصبية؟ قال: لهم النار.
ثم التفت إلى أصحابه قال إن هذا أتاني يوما وأنا أصلي في المسجد فوضع قدمه على رأسي حتى كادت عيني أن تندرا فأمر علي بن أبي طالب فضرب عنقه وأمر الزبير فضرب عنق النضر بن الحارث فمكن الله منه فيا عبد الله إن أنت عصيت الله ورسوله من أجل أن تتبع فلان لأن لك عنده مصلحة أو لأنك قد تورطت في هذا الحزب وحلولك عنهم يفوت مصالحك المترتبة على حزبهم وأنهم إن ظفروا وانتصروا فستحصل معهم رئاسة أو ستحصل معهم وزارة أو ستحصل معهم إمارة أو ستحصل معهم مال أو ما أشبه ذلك من الأمور فاتب الله في نفسك واعلم أن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لكل عبد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآيات هذه وصيتي إليكم يا إخوة إذا تنازعك أمران أمر من الله ورسوله وأمر من الرئيس فلان أو من الوزير فلان أو من الأمير فلان أو من الشيخ الفلاني شيخ الشمل ولا العريفة ولا ما أشبه ذلك أو من رئيس الحزب أو ما أشبه ذلك إذا تعاورك أمران أمر من الله ورسوله وأمر من هذا فأنت حينئذ مبتلع أنت حينئذ أمام البلوى والاختبار فإن أطعت الله ورفضت كل من سواه فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك مخرجا من الناس جميعا إلا العبد إذا وحد الله وتوكل عليه وآمن به وحرص على رضاه فإنه لو كاده أهل السماوات والأرض لا يقدرون عليه إلا بشيء بل كتبه الله فيا عبد الله أوصيك ونفسي بتقوى الله والله إني حريص عليكم والله إني ناصح لكم ورب هذا البيت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين